السلام عليكم، يعطيكم العافية ورجعنا لكم بمقطع جديد. المقطع هذا كنت ناوي أسوي فيه شيء مختلف، لأن أضيف فيها الألوان بس شوي متردد، فخايف إن هي تخترب وأكملها بوب آرت. إن شاء الله إن العمل ينال على إعجابكم. نشوف العمل ونقول بسم الله. كده يكون خلص العمل بشكل كامل. تمنيت والله ان انا اضيف اياها الالوان، بس شوي جتني رهبة وخوف، بدأت لان دمج الالوان في البشرة ما انا جيد فيها. ان شاء الله الشغلات الجاية، الاعمال الجاية، بحاول ان انا اضيف هالشغلة هذه، وان شاء الله استمر على الشخصيات وما اقطع عنها. في امان الله، ونشوفكم في الاعمال الجاية ان شاء الله.